السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سأتقاسم معكم وصفة أكثر من رائعة، فعالة جدا ومضمونة 100% للتخلص من السعال ومن نزلات البرد. هي تعمل على تنظيف الرئة وإخراج كل البلغم المتراكم في الرئتين. نعرف أن السعال هو أحد المشاكل الصحية الشائعة جدا في هذا الفصل البارد، والسعال يكون إما بسبب عدوى فيروسية أو نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التدخين أو مشاكل تنفسية أيضا مثل الربو أو السل أو سرطان الرئة لا قدر الله. ومن أعراض السعال نشط الحكة في الحلق، ألم في الصدر وعدم الراحة وضيق في التنفس. ولعلاج السعال يمكن كما قلت تجربة العديد من العلاجات المنزلية باستخدام مكونات سهلة، ومنها هذه الوصفة الأكثر من رائعة جدا، جربتها شخصيا لأنني أيضا أصبت بنزلة برد حادة جدا وكنت أسعل بشدة، لكن هذه الوصفة في ظرف 4 أيام استطعت أن أتخلص من السعال، ومع ذلك لازلت أداوم عليها. هي رائعة جدا والمكونات بسيطة وسهلة جدا، ولا شك أنكم تتوفرون عليها. إذن في وصفتنا هذه سنحتاج للحلبة، لدي هنا مسحوق الحلبة قمت بطحنها والاحتفاظ بها في هذا الوعاء الزجاجي كي أستعملها بكل سهولة. يمكنكم أخذ كمية وغربلتها على الناعم حتى تحصلوا على المسحوق. الحلبة رائعة جدا بحيث هي مصدر ممتاز للكثير من المعادن، منها النحاس، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، كما أنها مصدر غني بالمعادن والفيتامينات المغذية النباتية والحيوية، والتي تعتبر مغذيات ضرورية لصحة الجسم، بما في ذلك فيتامين B6، فيتامين B وفيتامين ألف وغيرها. وهي مفيدة جدا للجهاز التنفسي، فهي تخلص الرئتين من البلغم، كما أنها تساعد في حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال الشديد. أيضا لدي هنا البيض، سنستعمل من البيضة الصفار. الصفار يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة القوية، كما أنه يعطي الجسم طاقة كبيرة ويقوي جهاز المناعة لاحتوائه على الزنك والفوسفور. صفار البيض غني جدا بالفيتامينات، منها فيتامين A، B12، B6، فيتامين D وفيتامين E وفيتامين K، كما أنه يحتوي على المعادن بما في ذلك الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم. أضف إلى ذلك أن الصفار يحتوي على مادة مضادة للالتهابات. والمكون الثالث سنحتاج لليوغورت الطبيعي، هذا يوغورت طبيعي طبعا محلى، يمكنكم اختيار أي نوعية أخرى، المهم أن يكون محلى سواء بنكهة الموز أو الفانيليا أو الفراولة أو غيرها، المهم سنستعمله لكي يعطي مذاق رائع جدا للوصفة. يعني الكثير منكم سيقول أن أصفر البيض نيء غير مستساغ ولا نستطيع تناوله، على العكس تماما، بهذه الطريقة تتمكنون من تناوله دون أن تحسوا بمذاقه خصوصا أنه نيء. كما أن طبعا اليوغورت الطبيعي يعمل على تعزيز مناعة الجسم ويمده بالكالسيوم وبالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم ولتقويته حتى يتمكن من تجاوز نزلة البرد بكل سهولة. إذن لنمر لخلط الوصفة وإلى كيفية استعمالها. إذن كما ترون قمت بفصل الصفار عن البياض، كما تلاحظون في الإناء كان هناك أبيض بياض من قبل، عملته هذا الصباح لأني أداوم على عمل الخلطة. إذن سنحتاج كما قلنا صفار واحد، سأضيف إليه نصف ملعقة من المسحوق الحلبة، وسنضيف للكل كما ترون، سأخذ يعني علبة كاملة من اليوغورت الطبيعي أو الزبادي المحلى طبعا بنكهة حتى
يعني نستسيغ هذه الخلطة ونتناولها دون تذمر، لأن كما قلت الكثير منكم سيرفض تناول أصفر البيض بهذه الطريقة، سيقول أنه نيء وأن مذاقه غير جيد. يمكنكم عمل كل العلبة أو عمل فقط النصف إن شئتم، لكم الاختيار. إن لم تستطيعوا تناولها بنصف العلبة يمكنكم عملها كلها. أنا آخذ فقط نصف الكمية مع نصف ملعقة من مسحوق الحلبة وصفار بيضة، وطبعا نخلط الكل جيدا حتى تنسجم العناصر فيما بينها. كما تلاحظون لونها جميل جدا. إذن هذه هي الخلطة التي حصلنا عليها، هي بهذا الشكل، مذاقها رائع جدا، وطبعا بهذه الطريقة ستتناولونها بكل سهولة. إذن في كل مرة تقومون بخلط هذه الخلطة صباحا فقط، هي تعمل فقط في الصباح، تؤخذ على الريق تماما قبل تناول أي شيء كما كان. إذن عند الاستيقاظ وقبل أخذ الفطور تقومون بأخذها وتنتظرون على الأقل نصف ساعة أو ساعة، ثم بعد ذلك تقومون بالإفطار، تداومون عليها حتى يختفي السعال تماما. وفي ظرف 4 أيام الأولى ستلاحظون أن السعال بدأ يخف شيئا فشيئا، خصوصا السعال الذي يكون ليلا ويكون شديد ومزعج جدا. المهم في هذه الوصفة هو المداومة عليها، لا يجب يعني عملها يوم ويعني تركها اليوم الثاني وهكذا، يعني يجب عملها بطريقة متوالية حتى تأخذوا نتيجة سريعة جدا جدا، وهي فعالة للغاية، كما أنها فوائد أخرى على صحة الجسم ككل، هي مقوية جدا وتعطي طاقة جدا كبيرة للجسم، علاوة على أنها تنشط الجهاز المناعي وتقويه وتعززه، كما أنها جيدة جدا للجهاز الهضمي وترفع من درجة امتصاص الأغذية والفيتامينات في الجهاز الهضمي. هذه الخلطة أيضا صالحة لغير الإصابة بنزلات البرد، يمكن لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي تناولها، سواء كان رابو أو كان يعني مشاكل مرتبطة بالمدخنين أو غيرها، أو التهاب في الرئة أو انتفاخ الرئة، يعني هي صالحة لكل هذه المشاكل التي تهم الجهاز التنفسي. وطبعا إضافة إلى هذه الخلطة، إن كنتم مصابين بنزلة برد عليكم عدم التعرض للهواء البارد، الاهتمام بتناول الطعام المتوازن والمتنوع، الإكثار من أكل الفواكه لأنها غنية جدا بمضادات الأكسدة، يجب أيضا تجنب استعمال أدوات وحاجيات الآخرين كالمنادل والمناشف، يجب تجديد هواء المنزل دائما، تجنب التعرض للتغيير المفاجئ من الجو الحار للبارد، أيضا يجب تدفئة الجسم ولباس الثياب المناسبة للشتاء، أيضا تغطية الفم أثناء العطاس والسعال، وأيضا يجب غسل اليدين بشكل منتظم بالأخص قبل لمس العينين والأنف والفم. كما يجب عليكم شيء آخر، هو الإكثار من تناول السوائل خصوصا الماء للحفاظ على رطوبة الجسم. إذن كانت هذه خلطتنا لليوم، هي فعالة جدا جدا وتعطي نتائج مذهلة كثيرا جدا، يمكنكم أيضا إعطائها حتى للأطفال الصغار. شرط طبعا تقليل كمية الحلبة، هنا عملت نصف ملعقة، يمكنكم عمل فقط ربع ملعقة للأطفال الصغار وإعطائهم نصف الكمية فقط لأنهم لا يزالوا صغار. هذه الكمية التي عملت خاصة بالراشدين. يمكنكم أيضا إضافة اليوغورت الطبيعي إن لم يستطع الأطفال تناولها أو حتى الكبار. المهم في الوصفة أن تعملوا صفار البيض مع الحلبة واليوغورت الطبيعي، أنتم تتحكمون بكمية اليوغورت حتى تتمكنوا من تناولها، صدقوني هي رائعة جدا ومفيدة، وأخذت نتيجة أكثر من رائعة باستعمال هذه الوصفة. إذن أتمنى أن تنال إعجابكم، لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيد وناس غيركم من الوصفة، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا
وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا للجروب على الفيسبوك. شكرا على انضمامكم للقناة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.